فلذلك انت الغيب ده ما يعلم الا الله سبحانه وتعالى. يا اخي سليمان عليه السلام سخروا للجن والطير والبشر والى اخره. بعد ده رب العزه والجلال قال وتفقد الطير. دي اخبار القران تصدقها. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال الهدهد فقال اي لسليمان عليه السلام احط بما لم شنو بما لم تحط به. قال انا عندي خبر انت ما عندك. معناه انت ما بتعلم شنو ما بتعلم الغيب. فالغيب ده اياك تمشي لزول تقول له انا عندي غنمايه راحت. ما بقول لك طوالي وبقول له في الكوشه اللي جاي وده بيمشي بالقاه في الكوشه بيقول خلاص الزول ده بعرف الرايح. هي غنمايه راحت بتمشي وين؟ تمشي الطرمبه محل البنزين ولا بتمشي الكوشه؟ اي غنمايه راحت بتمشي الكوشه. دي ولا دار لا اي طوالي تلقاه في الكوشه. ذهب راح بقول لك جيب 500 نجيب لك الذهب. انت جيبه شيل غويشه وجيب الباقي. تدفع ال 500 مطلب يا اخ واحد والله حكى لي قصه عجيبه مره واحد. انا ما دار اجيب اسم زول معلش. قال قاعد مع واحد في الجزيره. ذاك عامل فيها بعرف الغيب. جاته مره. قالت لها الشيخ انا ولدي رايح. وهو سبحان الله جاب بلدكم دي. جاب اسم بلدكم دي. قالت له انا من الجزيره. قالت له انا ولدي رايح هاك دي 500 شوف لي ولدي وين. قال عاين. قال لا ولدك لا في فيبور سودان جاب بلدكم دي. طبعا كان جات هنا لقيته ماف ترجع له ما لقيته. مشيتي وين؟ والله مشيت جنب السفن. لا لا انا قلت لك امشي سوق البصل. سوق البصل ثاني يوم تلقاه. المهم فقال المرأة طوالي مشت دارت تجي البلد دي. فقال قاموا خلى الشيخ غفل شال فردة المركوب جلابته جيبه كبير دخله جوا الجيب وسخ الجيب. فقال بعد مشت الشيخ كورك قال نعلاتي وين الفردة الثاني شوفوا المرأة ما تكون شالتها. قال لا الشيخ تشوف الولد في بور سودان نعلاتك في جيبي ما شفتها. هو الشيخ انت شغلتك دي ما نجيضة والله. انت قال لي شفته في بور سودان النعلات في جيبي ما بتشوفه كيف. مصايب ثقيلة جدا. فلذلك انت عارف القرآن ده أخباره الصدقة. يا ناس والذي رفع السماء. في ناس بيقولوا كلام يحيروك مرة واحدة. هسي تخش اليوتيوب في دكتور بيدرس في جامعة أم درمان الإسلامية ما بجيب اسمه. الدكتور ده جابوه في محاضرة أو في مولد قال لهم نحن عندنا في السودان الشيوخ بدوا المطر والمطر ذاته بحسب الطلب. البياض كبير معناه مطرته شنو؟ هاي قال تلقاين مزرعتين بينات انترس حواشتين. قال بيجاي مطر وبيجاي ما في مطر. قال السبب انه ده دفع البياض وده ماله؟ ما دفع البياض. قال لين فيك وهابي؟ ولا وهابي ولا ايش ولا وهابي ولا تبقى وهابي ولا تبقى صوفي ولا ابقى مسلم بس. قال لين فيك وهابي؟ يقول لك ما تسال الله. وهابي تسال الله وما بديك مطر. تمشي للشيخ بديك مطر. والذي رفع السماء ده دكتور بيدرس في جامعة أم درمان وبدرس كل الطب تفسير. أنا ما عارف الزول ده سورة الواقعة بس ما قرأ. الله قال في سورة الواقعة أفرأيتم الماء الذي تشربون. شوف السؤال ده واضح كيف. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن شنو المنزلون؟ مش واضحة؟ ثاني خلي باقي الآيات. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. دي كلها خليها بس الآية دي. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟
فصدق القرآن. إياك تمشي تتزوج سنتين ثلاثة ما جبت جنة ولك مش ده بيديك جنة. كيف بيديك جنة؟ والله يقول في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الله قال: ولا يحل لهن في سورة البقرة: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وقال في سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ على قال شوف بعدها قال شو: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الجنة ده ولده في 9 شهور الخلق منه لده كل منه الله وده لده كل منه والله أدانا لفلان. أيوة أهل خلق والله عنده كراعين ده لده كل فلان عنده كم كراع. 2 ده حق الله ذاته. كان عنده 3 كان معليش تجيبه في جريدة الدار وتقول ده براو. لكنه عنده 2 وعنده أضانين وعينين ونخرة فيها قدين وأي شيء 2 في الغالي. تجي تقول وده أو زيدة نفس الشيء. تجي تقول فتشابه الخلق عليه. فدي كلها عقائد لمفارقة القرآن أنهم فارقوا القرآن. لكن لو بقريت القرآن ده بتكون على يقين تام أن الأمر كله بيد الله وتطبقه تعمل به. مو مش تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين وده عند ناس اللغة معروف أنتوا الحمد لله تعرفوا تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. إياك نعبد مش قال له نعبدك يا الله ما قال كده. إياك قدم المعمول على العامل إياك نعبد يعني ده حصر ما بنعبد إلا أنت. وإياك نستعين ما بنستعين إلا بك. يقول في الصلاة يعتر في باب الجامع استعين بغير الله يا الحقونا يا ناس. والله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. عشان ما تعلق حاجة في يدك زي واحد في الحاج يوسف سمعته بيتكلم معلش أنا طولت عليك وأنا مارق ذاته بس أصبر لي دي دارتهم خلاص قربت. واحد في الحاج يوسف سمعته بيتكلم قال في واحد ببيع حجبات جاء عمك دار يمشي المزرعة بحمار وراكب الحمار فقال قال له بتاع الحجبات قال له اسمع أديك حجاب من العقرب لأنه في المزرعة في عقارب. قال لا أخوي أنا المزرعة دي ولا نازل من حماري ده كان أصله في حاجة للعقارب أديها للحمار ده أصله بداويسة بكرعي وأنا أصله ما نازل. قال قام ده قال له الحمار بيحفظه الله لكن بديك إنت. وطيب قال له الله حفظ الحمار ما بيحفظني أنا ما أكرم منه والحمار حفظه. يا الطفل الله يحفظه 9 شهور في بطن امه ابوه يمرق الشغل ويجي ابوه ما قادر يقدم له مويه لانه هو في البطن امه اللي هو في بطنها امه ذاتها ما تقدر تتصرف فيه بس تكون عامله حسابها ببرا ما تركب ترابيزه وتقع ما تعمل لكن جوا بغذي الله 9 شهور في الضيقه دي يحفظه مرقته برا يجيبوا لك امون يربطوه ده لجنه بيحفظه يا ناس الجوا حفظه. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهكذا جميع القرآن بما في العقيدة في أي شيء قريت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم تاني تغض فينو بصرك مش تمشي المسلسلات والحلقة الأخيرة وتشاهد غدا والبطل مرقوا براء الجماعة يبكوا يا ناس بتبكوا مالكم لك والله مرقوا براء مسلسل يبكوا فيها الغنى يبكوا فيه
والله قال لك بيسألك من السمع يوم القيامة السمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. القرآن ما بيتدبروا، تلقاه مشغل لك غنية هناك دموع سائلة برا بتبقي مالك شاب، تلقاه في الزقاق براو ولا في الظلمة، ولا يقول لك أنا ما شغلتها ما بقدر أنوم. هجنه ولك ساب البلد، يا تو بلد هو ساب براوي انت ما بتسيبها. والله الذي رفع السماء، لقيت واحد بيسمع على الفنان ده، قلت له الفنان ده مات ولا حي؟ قال لي مات. قلت له انت بتريده؟ قال لي هاي. قلت له كنت بتريده ما تدعو له بالرحمه وتوقف غناه عشان ما تجي سيئات في قبره؟ قال لي دقس براول. قال لي غني منه انا بتكيف له يا اخ. قال لي يا اخي تورطوا في قبره، كان ما الله تجاوز عنه. ما الناس والله موهوم، اقرا سوره القيامه كلها ما تاثر فيه، اسمع غنية القيبك. فلذلك انت القران ده كله تدبر وتعمل به. والدليل ما اخرجه الامام مسلم، واختم بهذا الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده حديث جميل جدا، يؤتى بالقران يوم القيامه، القران ده يؤتى به، يؤتى بالقران يوم القيامه واهله، يعني ويؤتى باهله واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سوره البقره وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. القران ده تعمل به يوم القيامه، يكون حجه لك امام الله سبحانه وتعالى. اسال الله باسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيكم وفي إمامكم وفي الإخوة وفي الجميع، وأن يوفقنا وإياكم لتلاوة كتابه ولحفظه وتدبره والعمل به. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل جنة الفردوس مأوانا ودار قرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم.